أسدل الستار عن الدوري الممتاز لكرة القدم، واستطاع فريق النصر أن يتوج مجهوداته التي بذلها طوال مباراة الدوري وأن يفوز بدرع الدوري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه الرياضي الكروي. وبهذه المناسبة يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو صاحب السمو الملكية الأمير عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز رئيس نادي النصر، ومجموعة من نجوم النصر الكابتن يوسف خميس، ومدرب الفريق جويل سانتانا، ومترجم النادي عبد العزيز ابو نبعه، والنجم حسن حمران، والنجم ايضا صالح المطلق. باسمكم جميعا نرحب بهم في حلقه الرياضه والشباب. اهلا وسهلا اخي محمد. بس انت قلت البطوله الثالثه هي الواقع الرابع، لان اول بطوله اقيمت عام 1395 واشتركت فيها جميع انديه المملكه واختيرت جميع الانديه الدرجه الاولى حتى تصنف الانديه بين ممتاز وبين اولى. كان اول دوري يقام على مستوى المملكه العربيه السعوديه واكبر دوري. واختيرت العشر الاوائل اصبحت ممتاز، والعشر الاخرى اصبحت اولى. كان نادي النصر بطل هذا الدوري واول دوري يجمع بين جميع انديه المملكه العربيه السعوديه الاولى. او عام 1395 هجري، بس ما اعرف ليه بيتناسى بعض الشيء زي كاس الاتحاد. يعني كاس الاتحاد اول نادي خذاه نادي النصر، موجود في مقر النادي، ممكن رجوع لارشيف التلفزيون والتاكد من فيلم ايضا المباراه اللي فاز فيها النصر على شقيقه وزميله النادي الاهلي 1-0، وعلى ما اذكر سجلوا النجم علي جاجارين حينما كان يلعب النادي النصر.